الموضوع حتى حطت الحالة في موضع المسجد النبوي الشريف الآن. أبو محمد. هاي السلمة. المجسم هذا اللي بين لنا شكل تقريبي للمجسم للمسجد النبوي الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. كان عندنا هنا مكان الصلاة في الخلف في الجهة الشمالية. كان اتجاه القبلة باتجاه الشمال باتجاه بيت المقدس. في الخلف هنا عندنا كان مكان أهل الصفة اللي هم فقراء الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم خصص لهم هذه المنطقة كمنازل لهم، من بينهم الصحابي الشهير سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. وبلصيق المسجد حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في السنة الثانية للهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اتجاه القبلة من الشمال للجنوب، فغير اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أصبح مكان الصلاة لصيق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة السابعة للهجرة وبعد غزوة خيبر أخذ عدد المسلمين في ازدياد. أخذ عدد المسلمين في ازدياد، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أصبح 50 متر في 50 متر، وزاد عدد الحجرات. في عهد سيدنا أبو بكر الصديق حصل ترميم بالكامل لأسطوانات المسجد الداخلية. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أزال موقع أهل الصفة ووسع المسجد من الجهة الجنوبية الغربية والجهة الجنوبية. في عهد سيدنا عثمان بن عفان وعرف إنه وكان معروف إنه أغنياء الصحابة في ذلك الزمان، غير سقف المسجد بالكامل من سعف النخل للخشب واستخدم الرصاص، وغير جدران المسجد من الطوب واللبن إلى الحجارة السوداء. في عهد الدولة الأموية أو في عهد الوليد بن عبد الملك عاد بناء المسجد بالكامل، وهم أول من استخدم المنارات. في عهد العباسي الخليفة يعرف بالخليفة المهدي وسع المسجد من الجهة الشمالية وأضاف منارتين في الخلف وعمل مكان للوضوء في منتصف المسجد. في العهد المملوكي أو بدايات العصر العثماني العصر التركي قاموا ببناء القبب على سطح المسجد، والقبة الخضراء كانت تعرف بذلك الزمان بالقبة البيضاء، وقبة صغيرة على امتداد محراب الإمام، وقبة صغيرة أخرى على سطح المسجد. عندنا هنا ما يعرف بمدافن المدينة أو ما يعرف بالبقيع. طبعا بوابة البقيع من الجهة الحرم من الجهة اليسرى. عندنا في الأخير هنا هذا قبر سيدنا عثمان بن عفان. طبعا الآن البقيع توسع من الجهة الخلفية، فتقريبا قبر سيدنا عثمان هو في المنتصف. لصق جوار قبر سيدنا عثمان قبر السيدة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قبور شهداء الحرة، هذا قبر سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والقبور اللي في الأمام قبور زوجات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بحوش العمات، مدفون فيه 3 من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا طريقة الدفن في المدينة. عندنا اللحد، ما يعرف باللحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، هو قصده التمييز ما بين مسلمي المدينة ومسلمي المدن الأخرى. يعني في مكة بيستخدموا الشق، والاثنين جائزة للمسلمين. طبعا ينزل الجسد، ينوم الجسد على الجانب الأيمن، يدفع الجسد للداخل، الوجه باتجاه القبلة، الرأس باتجاه الحرم، والأرجل باتجاه المعاكس. بعد كده يستخدم الطوب للغطاء، ثم يوضع التراب، فالتراب ما يلمس جسد الميت، جسد الميت يكون موجود في الداخل. طبعا إذا كان القبر معلم بحجر واحد جهة الرأس هذا رجل، وإذا حجران امرأة. طريقة التمييز، هذا الجدار الفاصل ما بين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف، هذه دار السيدة عائشة، غرفة مساحتها 3 متر في 3 متر، وهذا حوش دار السيدة عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي معظم وقته في منطقة الحوش، وهذه حجرة السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حجرة السيدة حفصة الزوجة الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفى عندما كان في منطقة الحوش. اختلف الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، اقترح بعضهم أنه يدفن في الكعبة داخل في مكة داخل الكعبة، واقترح الآخر أنه يدفن في البقيع. كان الرأي الصائب رأي سيدنا أبو بكر الصديق أخضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء حيث قبضوا يدفن، القصد احتراما للجسد أنه ما ينحل. فدفن النبي، غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن على نفس في مكان فراشه، وجهه الشريف باتجاه القبلة، ورأسه الشريف باتجاه الروضة، والأرجل الشريفة باتجاه الحرم.
إلا البقيع عفوا. طبعا بعد فترة من الزمان توفي سيدنا أبو بكر الصديق ودفن خلف النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى أقل احتراما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة من الزمان توفي سيدنا عمر بن الخطاب ودفن ثالثا خلف سيدنا أبو بكر الصديق احتراما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ومكانة سيدنا أبو بكر الصديق ثانيا. عندنا هنا ما يعرف بالمد، هذا هنا يسمى مد في اللغة العربية، والسند هنا ليثبت أنه بنفس مقاسات مد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مد واحد كافي للنبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، ومجموع أربعة من المد يساوي صاع، صاع كان كافي للنبي صلى الله عليه وسلم للغسل. عمر بن عبد العزيز أو ما كان يعرف بالخليفة الخامس وهو حفيد سيدنا عمر بن الخطاب، سمع صوت قوي من الحجرات القادم. عندما ذهبوا وجدوا أن الجدار سقف الحجرات بالكامل هدم على القبور الشريفة، فأزال غرفة السيدة عائشة وبنى جدار رباعي الشكل بدون مداخل للداخل، وبعد كده قام بإزالة الحجرات المجاورة وبنى جدار خماسي آخر، واستخدم الشكل الخماسي لسببين: أنه لو كان شكل رباعي كان سيظن الناس أنه كعبة ويبدأ الطواف، والشكل الثاني أنه مش من باب الأدب أو الاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم، المصلين اللي في الخلف يواجهوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الشكل هذا على أساس يقطع صف المصلين في هذه المنطقة. عام 668 كان الحاكم يعرف بالطاهر بيبرس بنى جدار ثالث من الخشب، وترك له منافذ يدخل من خلالها الناس، واستخدم الستارة الخضراء تغطية للجدار الأسود. بعد 10 سنوات الحاكم عرف بالسلطان محمد بن قلاوون رفع الجدار الخارجي بحيث أصبح موازي للجدار الداخلي، وغير الستارة الداخلية، وهو أول من بنى القبة، كانت مبنية من الخشب، كانت تعرف بالقبة الصغيرة. في عهد السلطان محمد بعد 200 سنة، في عهد الأشرف قيتبائي، نظرا لرعد وبرق في المدينة المنورة، حصل حريق هائل في المسجد النبوي الشريف، 70% من المسجد النبوي الشريف احترق في ذلك الوقت. طبعاً بعد 3 أيام أهل المدينة رفعوا خطاب للحاكم، أمر ببناء السور الخارجي من الفولاذ، اللي هو معلش لو تشوف مع السور اللي في الخلف اللي موجود اليوم، هو اللي أمر ببنائه عام 886 هجري، يعني تقريباً 500-600 سنة من الآن. الفولاذ الموجود الحين، الفولاذ الموجود الحين، هو أول من بناء الأشرف قيتبائي. طبعاً وغير الستارة الداخلية للستارة اللي عليها الكتابات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعاد بناء القبة من الحجارة السوداء وغطاها بالصفائح المعدنية. طبعاً بالنسبة للرجال ندخل من باب السلام، نكون واقفين في المنطقة هذه لما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للنساء من الجهة الخلفية، فالناس بتفتكر إن الستارة دي على القبر الشريف، لا، بيننا وبين القبر 3 عوازل، الجدار الأول والجدار الثاني والجدار الثالث، بعدين داخل الجدار الثالث القبور الشريفة. فاصل ما بين حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف، عندنا أول حجرة هنا أو أول دار، هذه دار السيدة عائشة، وهنا مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أمامها دار السيدة حفصة الزوجة الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه دار السيدة السوداء بنت زمعة، وهذه زينب دار السيدة زينب، وهذه دار السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الأربع حجرات اللي في الخلف دار السيدة زينب بنت جحش، والسيدة أم صفية أم حبيبة، والسيدة صفية، والسيدة جويرية. طبعا الآن الجدار الحديدي اللي شفناه فوق يمتد من هنا إلى منتصف هذه الغرفتين إلى هنا، بقية الغرف كلها أزيلت. فبالنسبة لنا الرجال ندخل من باب السلام نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من دار السيدة حفصة، لما نسلم على النبي والقبلة في الاتجاه نكون في دار السيدة حفصة، وبالنسبة للسيدة الأغلب في دار السيدة زينب بنت جحش. طبعا الأصل موجود في تركيا في اسطنبول. طبعا سيدنا عثمان بن عفان طعن وكان يقرأ القرآن ويرتل القرآن، ففي بعض من أثار دمه الشريف على القرآن. ده في النسخة الأصلية اللي في تركيا؟ أيوة، دي نسخة من الأصل يعني. كأنها صورة يعني. دي صورة من الأصل. دي صورة. صورة للأصل. والأثار دي أثار دم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه.
عندنا هنا طبعا صوره جويه للمدينه المنوره اخذت يعني عن طريق صاحب المتحف، تبين الاماكن او المواضع اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في عهد الخليفه الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز كان اجتهد في انه يبحث عن اي موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبني مكانه مسجد. فعدد المساجد كان وقتها من 93 ل 99 مع التوسع العمراني اللي صاير في المدينه.